صباح المدارس، صباح الشباب. أهلا بكم مستمعينا، ومن مدرسة الواصل للتعليم العام ببدية تشاركنا الطالبة زهرة بنت عامر بن سعيد الحجرية. زهرة في الصف الخامس، صباح الخير يا زهرة. صباح النور، كيف حالك؟ خير الحمد لله. الله يسلمك يا زهرة، وكيف المدرسة معك؟ زينة الحمد لله. ايش سويتوا في المدرسة؟ احتفلتوا بمناسبة العودة الميمونة لمولانا حفظه الله؟ ايوه. ايش سويتوا في الحفلة؟ اول شيء سجدنا سجدة شكر. الحمد لله. وبعدين بدأ الحفل، القينا الاشعار والقصائد والانشودات، وقدمنا وقرأنا القرآن الكريم والمقدمة وذي. جميل جميل يا زهرة، جميل. خبرينا يا زهرة، وكيف الـ 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 الصف الخامس معك؟ مواجهة صعوبة ولا أمورك طيبة معاه؟ أموري طيبة الحمد لله. إيش المواد اللي تحبيها؟ الفنون واللغة العربية والتربية الإسلامية والإنجليزي والعلوم. ما شاء الله على كذا كل المواد يا زهرة. أيوة. وإيش حكاية القصص وتأليفها؟ زينة خبرينا أكثر. كتبت قصص، قصة الأولى عن حماة الحق. كان هناك عائلة سعيد خرجوا في رحلة إلى وادي بني خالد، وفي عودتهم إلى منزلهم أخذ الأب يستخدم الهاتف، وفجأة ظهرت أمامهم سيارة اصطدموا بها، وكان يقول لأبنائه إن الشرطة فقط يريدون جمع المال، يضعون هذه أجهزة مراقبة الطريق، ثم لم ينقذه بعد الله تعالى إلا حماة الحق. يا سلام يا زهرة، جميل جدا، حلوة هذه القصة يا زهرة. فيها رسالة، إيش الرسالة اللي تريد توصليها يا زهرة من هذه القصة؟ أن شباب عمان وشعبها يكونوا حذرين في قيادتهم للسيارات والمركبات، ولا يستعمل الهاتف، وقد قيل لهم لا تتصل حتى تصل. يا سلام يا زهرة، ورسالة كثير مهمة، أنه الأجهزة الضبط السرعة اللي موجودة ما هدفها التحصيل المبالغ أو المادي، لكن هدفها بالفعل أنه حماية أنفسهم، صح؟ أيوة. جميل يا زهرة، قصة جميلة. قصصك تقدميها في المدرسة، تكتبيها، كيف تتعاملي مع قصصك يا زهرة؟ إيش تسوي فيها؟ أول شيء ألفها، بعدين أكتبها، بعدين أطبعها من الكمبيوتر، أجمعها مع بقية القصص، بعدين أرسلها للمدرسة. رائع. وفي المدرسة يوزعوها على الطلبة؟ لا، ما يوزعوها، ما ولا يحطوها في المكتبة حتى؟ لا. ليش؟ ما طلبتي منهم؟ لا. لازم تطلبي منهم، تقولي لهم يا زهرة تروحي عند مديرة المدرسة أو مربية صفك وتقولي لها أنا عندي طموح أنه هذه القصص تنوضع في مكتبة المدرسة عشان الكل يطلع عليها. صحيح ولا؟ صحيح. تتمني في يوم من الأيام كذا يكون لك إصدار خاص يا زهرة، تطلعي يعني كتاب؟ أيوة إن شاء الله، بإذن الله تعالى، بإذن الله. طيب زهرة، كم قصة ألفتي لحد الحين؟ كثير، يعني تقريبا 20 قصة. ما شاء الله، 20 قصة. جميل يا زهرة، جميل. احنا نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، وتصيري مؤلفة كذا، ان شاء الله مؤلفة قصص متمكنة. عندك شيء ثاني نسمعه اليوم معك؟ ايوه، شاركت في مسابقة تأليف القصص وألفت قصة عن هواياتي، بعدين كرموني بالمركز الثاني على مستوى شمال الشرقية. شمال الشرقية، ممتاز ممتاز يا زهرة، ممتاز. وعندك قصيدة اليوم نسمعها منك ولا لا؟ قبل بقدم تهنية لصاحب الجلالة، بعدين بقول القصيدة. يلا نسمع يا زهرة. أول شيء
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين على سلامة وصول أبونا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم إلى أرض الوطن بصحة وعافية. وأحب أن أهني عمانة وأهني شعبها وأهني جبالها وسماءها وأرضها وكل شيء في عمان بعودة صاحب الجلالة بالصحة والعافية، والله يديمها عليه من نعمة ويحفظه ويطول في عمره. وأتمنى أن أراه يتحدث إلينا في التلفاز لنطمئن أكثر عليه. وأن أسلم عليه، وأحب أن أشارك بقصيدة بعنوان أفيق بني القرآن للشيخ المرحوم أبو مسلم البهلاني. طيب نسمع جزء من القصيدة يا زهرة؟ أيوة يلا نسمع. ألا هل داعي الله في الأرض سامعوا، فإني بأمر الله يا قوم صادعوا، وهل من يرى لله حقا ومرجعا إليه وأن الدين لا شك واقع، وهل من يرى إن الحقوق التي دعا إليها رسول الله غفل بوائع، وهل من يرى الشرع الشريف تدرأت عليه حثالات مبير وخانع، وهل من يرى أن الحنيفة سامها بما شاء من ضيم لعين مخادع، تمالأ ظلما خيله ورجاله وليس لهم حد سوى الله مانع. جميل يا زهرة، من اللي يختار لك القصيدة؟ أختي. أختك اختارت القصيدة؟ أيوة. طيب جميل يا زهرة، وعادة تقرأي يعني لشعراء عمانيين زهرة؟ لا لا، بس هي اختارت لك القصيدة. أيوة. تحية يا زهرة، تحية لك ولأختك، وتحية لي يعني الأسماء العمانية البارزة من الشعراء عبر قصائدهم طبعا المختلفة. وبما أنك أنت حابة تكوني مؤلفة يا زهرة لازم تقرأي كثير بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا نوجه لك كل التحية ونقول لك شكرا على مشاركتك لنا في صباح المدارس. أحب أقول دعاء الأم آخر الشيء. آخر مجلة معلي المساحة لكم، نسمع يا زهرة. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم اذهب الباس رب الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. جميل يا زهرة جميل. أختك بعد دربتك على هذا الدعاء؟ لا أمي. أمك، تحية لأمك إن شاء الله يا زهرة، وتشاركينا دائما بصوتك الحلو إن شاء الله. شكرا. زهرة بنت عامر بن سعيد الحجرية، زهرة في الصف الخامس من مدرسة الواصل للتعليم العام ببدية، نتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله.